فاكرين أراضي مشروع ربعة وبئر العبد في سيناء؟ معظم المنتفعين بيها هيحولوها لمزارع كبرى للزيتون، سواء للتصنيع كزيتون مائدة أو استخلاص زيت الزيتون، يعني هيبقى في سيناء مستعمرة كبرى لأشجار الزيتون. قابلنا في معرض فروتوجستكا 2024 المزارع والمستثمر إسماعيل إبراهيم محمود، واللي زار أجنحة أسبانيا والمغرب لتحديد الشركات اللي هتوفر لأراضي المنتفعين بمشروع ربعة وبئر العبد شتلات الزيتون الخالية من الأمراض النباتية. تعالوا نقابله. احنا بنزرع في مشروع ربعة وبئر العبد، ده مشروع كبير جدا والدولة المصرية مهتمة بيه بشدة، صح كده؟ تمام، صحيح يا فندم. طمني على شركتكم وعلى أراضيكم. الحمد لله، احنا بالفعل زرعنا 10,000 نخلة برحي، وان شاء الله تعالى احنا مستهدفين 10,000 نخلة برحي. الحمد لله الحمد لله، ومن فضل الله احنا منتظرين ان احنا نكون استكملنا 100,000 نخلة برحي في منطقة شمال سيناء بنهاية 2025 ان شاء الله تعالى. احنا جايين المعرض هنا عشان نستحدث نوعيات جديدة من شتلات الزيتون عشان ندخلها مصر. احنا مستهدفين ان احنا ندخل نوعيات جديدة وتتزرع في داخل المشروع ده ان شاء الله تعالى. احنا هندخل النوعيات اللي هي ثنائي الغرض، ده من النوعيات الجديدة من شتلات الزيتون، عشان مصر تبدأ تحتل الريادة في انتاج زيت الزيتون وخاصة في منطقة شمال سيناء. مصر النهاردة صادراتها من زيت الزيتون لا يتجاوز 30,000 طن، احنا اوائل العالم في زيتون المائدة اللي هو المخلل. طب نوصل ازاي ل 100 و150,000 طن صادرات زيت؟ استاذ محمد، احنا ان شاء الله تعالى احنا بنبحث عن شتلات ثنائية الغرض. نسبة تصافي الزيت فيها قد ايه؟ هيزيد عن 15% يا فندم ان شاء الله تعالى. وزراعه مكثفه هندسه زراعة مكثفه يا فندم، كل الشغل هيكون مكانها ان شاء الله. احنا هنواكب التكنولوجيا والتطور اللي في العالم، هندخله ان شاء الله في منطقه شمال سيناء ان شاء يعني الله. يعني هتبقى محميه جديده من محميات الزيتون في مصر ان شاء الله تعالى. نوعيه حضرتك وان شاء الله تصور في اقرب فرصه معانا في منطقه شمال سيناء على النوعيات الجديده ان شاء الله تعالى. من